بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في يوم جديد وفي حضرة مولانا حامل المسك سيدي فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري. أهلا بحضرتك سيدي. أهلا وسهلا. وطبعا أنت وحشتنا والسادة المستمعين الكرام، وكل سنة والسادة المستمعين ومصر وشعبها العظيم والعالم كله بألف ألف خير. أمين يا رب العالمين. ربنا بارك في حضرتك سيدي. احنا مستمتعين ومبسوطين، والحقيقة يعني الأيام اللي فاتت واللحظات اللي عشناها مع أنبياء الله الكرام في الأيام اللي فاتت كان كلها نور وبركة ومعاني جديدة ومختلفة. وأنا بحب أكد دايما على المعنى ده، أنه بنشوف أنبياء الله تبارك وتعالى بشكل يعني أوضح، صورة أوضح مع حضرتك. النهاردة هنعيش مع من سيدي؟ طيب قبل بس ما ننقل للنبي الجديد اللي هنتشرف بالإبحار معاه وبمعايشته، أنا عايزك تفكرنا بالأنبياء السابقين، وكنا إدينا لكل نبي من الأنبياء كلمة تلخص يعني معالم وأبعاد وزوايا من حياته، فاكرهم؟ طبعا امتحانات على الهواء مباشرة. الله تنجح طبعا ان شاء الله، ربنا يستر. دعواتكم معانا والنبي ما بيسمعونا. جاوب ما تتهربش. طب نخرج فاصل؟ لا لا مفيش. سيدي كنا اولا مع سيدنا ادم عليه السلام ولخصناه في كلمة العلم، تمام. ثم سيدنا نوح ولخصناه في كلمة المثابرة، تمام. ثم سيدنا ابراهيم عليه السلام ولخصناه في كلمة رجل بأمة، تمام. إن إبراهيم كان أمة. ثم سيدنا إدريس عليه السلام وهو صانع الحضارة، ممتاز. تاخد 10/10. الحمد لله. النبي الذي سنتشرف بمعايشته اليوم سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو الجد الأعلى لسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم وأخوه النبي الكريم سيدنا إسحاق، يعني بيت عريق في النبوة. طيب سيدنا إسحاق ولد له سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب ولد له سيدنا يوسف، فتسلسلت النبوة في فرع سيدنا إسحاق. سيدنا إسماعيل هو أبو العرب وأول من نطق بالعربية الفصيحة التي تعلمها من ممن سكنوا الجزيرة قبله. وكان العلماء والمؤرخين يقولوا العرب ثلاث أنواع: عرب عاربة، وعرب بائدة، وعرب مستعربة، ولهم فيها تفاصيل ولهم فيها يعني كلام يطول ليس هو محل الكلام الآن. سيدنا إسماعيل نشأ في كنف أبيه سيدنا إبراهيم، فارتوى طبعه بأنوار النبوة من صغره، ثم جاءته النبوة له هو، فكان شمسا سطعت من بعد شمس وازداد نورا على نور، وكان رسولا نبيا كما في الذكر الحكيم وفي القرآن العظيم، بخلاف أخيه سيدنا إسحاق فإن الراجح عند العلماء أنه كان نبيا فقط. طيب سيدنا إسماعيل ربنا جل جلاله لخصه في كلمات معدودات: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. طيب ولذلك احنا هنبدأ النهاردة ناخد الملخص من الذكر الحكيم في الكلمات التي تلوناها. فزي ما قلنا في سيدنا آدم انه يتلخص في قضية العلم وعلم آدم الأسماء كلها، وزي ما قلنا في سيدنا إدريس يتلخص في كلمة صانع الحضارة، هنقول في سيدنا إسماعيل يتلخص في الكلمة القرآنية الجليلة والحكيمة والرفيعة: صادق الوعد. سيدنا إسماعيل صادق الوعد. ويبدو أن هذا الطبع العظيم كان متجذرا جدا وعميقا جدا وجليا تماما في كل سلوكيات وتصرفات وأخلاق سيدنا إسماعيل عليه السلام، حتى سجله القرآن أيقونة له: صادق الوعد. طيب لما ننزل كده مع 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 الزمن ونمشي كده مع الأيام والسنوات، ويبعث الجناب النبوي المعظم بعد قرون وأجيال من البشر، فإذا بالصفة العظمى التي تميزه عليه الصلاة والسلام أنه كان الصادق الأمين، الصادق الأمين. وكان الأستاذ الكبير عبد الحميد الفراهي في كتابه نظام القرآن له ملمح عجيب قوي، كان يقول إنه الدين بأكمله الدين الإسلامي يمكن أن يتلخص في كلمتين: في الصدق والكرم. الله. في الصدق والكرم. ليه؟ قال لأنه الدين إما عبادات وإما معاملات، ومدار صلاح العبادات الصدق، ومدار صلاح المعاملات في الكرم. المعاملات اللي هي زي إيه؟
زي البيع والشراء والزواج والطلاق والرجعة والعقود المختلفة. البيع والشراء والزواج والعقود كلها المفترض أن تكون مبنية على أصل الكرم، يعني ما تبقاش النفوس مبنية فيه على الشح والتجاذب. ولذلك رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فالأساس الأخلاقي الذي تبنى عليه سائر العقود والمعاملات الكرم، والأساس الأخلاقي الذي ينبغي أن تبنى عليه سائر العبادات الصدق. طيب، فلما كان الدين يا عبادات يا معاملات، والعبادات مبنية على الصدق والمعاملات مبنية على الكرم، كانت صفة الصدق والكرم هما عماد الدين. العلامة عبد الحميد الفراهي بيقول: ولأجل هذا بعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة العرب، لأنها اتصفت بالصدق والتزمت وكانت تذم الكذب جدا. وفي حديث سيدنا أبو سفيان وهو عند هرقل ولم يكن قد أسلم بعد، بيقول: ولولا أن العرب تأثر عني الكذب لكذبت. بس معيب قوي، والعرب يعني تتنفر قوي من أي إنسان تؤثر عنه كذبة. فلما كان العرب يتمسكون قوي بالصدق ويتمسكون قوي بالكرم والشهامة والنخوة، كانت البعثة المحمدية في العرب. لما يتحلوا بالصدق هيبلغوا الدين لأنهم لا يكذبون فيه، لما يتحلوا بالكرم سيتعاملون مع الأمم التي تدخل في الإسلام من منطلق الكرم، فتقبل الأمم على الله. طيب، هذا المشهد الرائع والرفيع الذي يلخص الشرع الشريف في كلمات غرست جذوره الأولى عند سيدنا إسماعيل عليه سلام الله تعالى. فرب العالمين يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبقى إذن سيدنا إسماعيل صادق الوعد. طيب، صادق الوعد دي العلماء لهم فيها وقفات في تفسيرها. فقال ابن جريج: صادق الوعد يعني لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني ما من عزم ولا همة تنعقد فيما بينه وبين الله إلا وفى بها. فدا ما داد معنى شاق وصعب طبعا، ويدل على همم عظام لا يطيقها إلا الأنبياء أولو العزم وأولو الهمة الكبيرة. ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. ودي لسه محتاجة شوية تفاصيل لو تحب إن احنا نتناولها طبعا بعد شوية. بس انت أظن محتاج أخرج فاصل. محتاج فاصل، خلاص خد فاصل. ومن دلوقتي أنا بقول للسادة المستمعين هو وأطلب نيابة عنهم بعد الفاصل إن احنا نسمع حاجة منك. تمام سيدي، هنخرج فاصل ونرجع إن شاء الله مع سيدي حامل المسك فضيلة الدكتور أسامة الأزهري. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ولسه مع سيدنا إسماعيل عليه السلام. نعم. سيدي، احنا في الحلقات اللي فاتت كنا بنلخص النبي في كلمة ونبحر مع الكلمة دي ونحاول ان احنا نتمثل او نتخلق بأخلاق هؤلاء الأنبياء. نعم. ازاي نقدر نتخلق بفكرة يعني صادق الوعد؟ حضرتك قلت قبل الفاصل انها حاجة يعني تقيلة، يعني حاجة قوية، حاجة محتاجة تربية نفسية معينة ومحتاجة صياغة الشخصية من البداية على أن الإنسان يحترم كلمته. فلا يتكلم بكلمة إلا إذا كان قادرا على تنفيذها. يعني لا تعد بما لا يمكنك تنفيذه واجتهد في تنفيذ ما وعدت به. يعني هي في الأول أصلا من أول الوعد ده من البداية كده، يعني خليك قد كلمتك. بالضبط كده. هي كلمة خليك قد الكلمة دي. فكلمة صادق الوعد دي معناها احترام عميق قوي للكلمة والوعد والالتزام اللي الإنسان يلتزم به. طيب، لما الإنسان بينضبط بهذه الطريقة وبيتبني عليها وبيقدر يمشي معاها ويتعود احترام الكلمة، فحياته كلها تنضبط على هذا الأساس. بيتحول بالتدريج إلى معنى أعمق، إنه هو مش بس بيحترم كلمته، ده بيحترم الهمة الخاطر النية التي نواها فيما بينه وبين الله. فلا ينوي نية من الخيرات والمكارم والمعالي إلا سبق
إلى تنفيذها. يعني لو تحقق المعنى ده في إنسانيته أنه هو ياخد باله من الكلمة قبل ما يقولها ويكون قدها ويكون صادق الوعد مع البشر حواليه، ده هيقوي في قلبه صدقه مع الله تبارك وتعالى بلا شك، لأنه ده سلم بينبني بعضه على بعض. وبعد كده يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ما هي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني خليك صادق الوعد. صح. إذا قلت كلمة يبقى لازم تبقى قدها. بس مش معنى يعني علشان أعرف أعيش هذا الخلق محتاجة إنسان جاد، محتاجة إنسان قادر على أنه يضبط نفسه، محتاجة إنسان شديد الاستقامة، عظيم الهمة، مش متكاسل ولا ما ولا متثبط ولا محبط ولا حزين ولا مكتئب، محتاجة إنسان قوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، حتسمعنا حاجة؟ اه طبعا. بسم الله. وطد فؤادك كلنا عشاق، طار الهوى فينا لمن نشتاق. وطد فؤادك كلنا عشاق، طار الهوى فينا لمن نشتاق. أخذت فنون العشق كل قلوبنا، وتمكنت بجميعها الأحراق. سكن الغرام القلب غير مزحزح، سكن الغرام القلب غير مزحزح. ومن العجائب بيته خفاق، قيد وإطلاق ببيت واحد في القلب مني القيد والإطلاق. الله يفتح عليك يا مصطفى. طيب نكمل المسيرة مع سيدنا إسماعيل. أنا فكرت يا مصطفى في سيدنا إسماعيل، ليه ربنا اختار لسيدنا إسماعيل من بين الأنبياء أن يصفه الله بهذه الصفة للقرآن، بروزها له قوي وأبرزها قوي وجعلها صفة لصيقة به. لما رجعت أتأمل الذكر الحكيم والقرآن العظيم عشان أدور أين الجذر الذي لأجله تحتم في حق إسماعيل أن يكون صادق الوعد، فاهتديت بفضل الله تعالى إلى أنه الجذر ده يرجع إلى مرحلة مبكرة كان سيدنا إسماعيل فيها لسه صغير. لما سيدنا إبراهيم والده الكريم أبو الأنبياء أخذ 60 هاجر وسيدنا إسماعيل لسه طفل رضيع، وأنزلهما عند البيت الحرام، وكانت الكعبة في ذلك الحين لم تبنى، كان بس معروف قواعد البيت لكن المكان مهجور صحراء. القصة المشهورة طبعا. ثم جاءه الوحي بأنه خلاص ارجع اتركهم في هذا المكان، فستنا هاجر بتقول له على فين انت شكلك ماشي خلاص وده أنا مع طفل صغير في صحراء جرداء. قال لها هكذا يعني جاء الوحي، قالت له خلاص مدام مدى بوحي من رب العالمين يبقى روح لن يضيعنا الله. فوقف حينئذ سيدنا إبراهيم قبل أن ينصرف وتحدرت منه هذه الكلمات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة
علشان يتحقق المطلوب الأعظم من عمارة هذا البيت، ويظهر الأثر الحكمة الإلهية في أن آتي بذريتي إلى هذا المكان، وأن يقيم هنا إسماعيل، وأن تقيم أمه هاجر. أنا عايز عدد من المتطلبات يا رب. ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني علق قلوب الناس بهم، بذرياتي دول وبسكناهم للحرم. فبدأ يظهر لي أن هذه الدعوة المبرورة والمستجابة والهمة الشريفة من سيدنا إبراهيم التي أقامه الله فيها لعمران البيت الحرام ولظهور المراد الإلهي في هذه الكعبة المعظمة، في هذا البيت المعظم، لما سيدنا إسماعيل قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهو يعلم أن دعاءه محقق الإجابة، يبقى خلال سنوات قريبة سيبدأ الناس يرتبطون بهذا البيت الحرام ويأوون إليه وتتعلق قلوبهم به ويشتاقون إليه. فإذا جاء الناس وجب على خدام هذا البيت والملازمين له أن يعاملوهم بالصدق وأن يصدقوا معهم الوعد، حتى تحصل الثقة من الناس في سدنة البيت وفي خدامه وفي المحيطين به وفي القائمين وفي المقيمين حوله، علشان مش آجي إلى البيت الحرام وأفاجأ بأنه تعامل الناس معي حول الحرم تعامل فيه كذب أو فيه غش أو فيه تدليس، فما عرفش آمن على نفسي في البيت الآمن الذي من دخله كان آمنا. فلأن البيت آمن ومن دخله كان آمنا، كان لابد من تأمين من يهوي إلى البيت ويأوي إليه على نفسه، ولا يمكن لمن يأوي إلى البيت أن يأمن على نفسه إلا بأن يكون المقيمون حول البيت أصحاب صدق في الوعد، أمناء أصلا، أمناء على الناس، لهم صدق في الوعد، كلمتهم كلمة، وعدهم ناجز، كلمتهم مبرورة. فكأن هناك بناء ينبني بعض على بعض. أراد الله للبيت الحرام أن يعمر، سير الله له إبراهيم وإسماعيل وهاجر، أمر إبراهيم أن يغادرهم وينصرف، ألهم إبراهيم الدعوات بأن يجعل الله أفئدة الناس تهوي إليهم، حقق الله الإجابة لدعوة إبراهيم، كتب الله لهذا البيت أن يكون مثابة للناس وأمنا. فكان لابد في الجيل الأول ممن يقومون بخدمة البيت أن يتحلى هؤلاء بالقيم المركزية التي تجعل الناس إذا جاءوا اطمأنوا وأمنوا. فجعل الله القيمة المركزية العليا لسيدنا إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم، هنخرج فاصل وارجع اسال حضرتك سؤال مهم جدا في المنطقه دي، يعني علشان خاطرك انت بس بكل شروط. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني مع مولانا الدكتور اسامه الازهري. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. وسيدي حضرتك قبل الفاصل كنا بنتكلم عن انه بناء أو عمارة البيت الحرام اللي بدأت من اللحظة دي اللي ترك فيها سيدنا إبراهيم سيدة هاجر وسيدنا إسماعيل. نعم، بدأت بالقيمة المركزية دي، أنه كان صادق الوعد. نعم، إذن أنه أي بناء أي إعمار محتاجينه يحصل، محتاجين له بعض القيم زي صدق الوعد. شوف، أي بناء دي تقصد بها إيه؟ تقصد إن إحنا نبني بيت، ولا إن إحنا نعمل مجتمع عمراني جديد ونبني مدينة جديدة؟ مجتمع. علشان تبني مدينة جديدة لابد من مجموعة قيم مركزية، ولابد من اختيار رفيع في كل شيء. يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال له تنشئ مدينة الكوفة وتنشئ مدينة البصرة، دي مجتمعات عمرانية جديدة، لم يعني كانت قبل كده صحراء، فلسه هنبني المبنى هنبني المدينة من جديد. أمرهم أولا أنه يتخيروا أماكن لها مواصفات القرب من موارد المياه، اعتدال الطقس والقدرة الناس على المعيشة فيه، اتجاه الريح علشان يبقى الهواء متجدد. اختار سيدنا سعد بن أبي وقاص على يد سيدنا سلمان وسيدنا حذيفة المكان. فأمرهم سيدنا عمر إن هم يوسعوا، يعني خلي فيه سعة، يعني خلي الشوارع سعة الشارع 40 ذراعا. طب والشوارع المتفرعة منه 30 ذراع. طب والأزقة لا تقل عن 7 أذرع، علشان يبقى المكان رحب واسع لا يطبق على صدور الناس، الإنسان يعرف يمشي فيه بأريحية فيتنفس،
يعني المكان مريح. يبقى أي مكان يبنى لابد من أن يبنى على وفق معنى فيه قيمة مرادة، إما أن تكون قيمة السعة، قيمة الراحة، قيمة الصدق، قيمة الأمان، لأن البيت الحرام مثابة للناس وأمنا. فظلت قضية إنشاء المجتمعات العمرانية قائمة على أساس توفير قيم، توفير عناصر للراحة للناس الذين يقيمون في هذا المكان. الشاهد من كل هذه القضية أن سيدنا إسماعيل عليه السلام أسس لنا مبدأ التعايش الأول الذي تعمر به المجتمعات العمرانية، أنه لا يمكن للناس أن يتعايشوا في مجتمع أو مدينة أو حارة أو قرية أو نجعة أو كفر أو أي تجمع سكاني إلا إذا أمن الناس بعضهم على بعض. أتحرك من البيت وأنا آمن على أولادي أنهم يعرفوا يمشوا في الشارع، وأنا آمن على زوجتي وأولادي في البيت أنه لا أحد يغدر بهم، أنهم يتحركوا في الشارع براحتهم، يعرفوا يبيعوا ويشتروا، لأني أثق أن الناس كلمتهم كلمة وذمتهم ممتلئة بالنزاهة. من غير كده لا تعمر البلاد ولا تعمر المجتمعات. القيمة المركزية التي ننادي بها اليوم تخلقا بأخلاق سيدنا إسماعيل أن يكون كل واحد منا صادق الوعد. وسيدي كان قصدي كمان في البناء هنا بناء العلاقات، هو اللي احنا بنشير اليه، المعنى الاساسي هو الصدق، بناء العلاقات بين الناس هو المعنى المقصود. ما هو يعني ايه قيمة الصدق الا اذا كان هو الاساس الذي تبنى به وتنسج به العلاقات بين الناس، هو المعنى اللي انا بشاور لك عليه، ان انا اعرف اتحرك وانا امن ومطمئن لان انا عارف انه علاقتي بالجار وعلاقتي بالناس اللي في الشارع مبنية على انه صادق، لا يعدني وعدا، لست يعني مش مخون زي ما بيقول، مطمئن على نفسي وعلى أهلي. فأنا عايز أقول إنه قيمة الصدق مع العمران مع الأمان على النفس لا تنفك لا تنفصل. وده بدأ عند سيدنا إسماعيل من أول ما كان صادق في وعده لما قال له ما تخافش، يعني إني أرى في منامي إني أذبحك فإن شاء الله أكون من الصابرين، فوفى بما وعد به. فوفى بما وعد، كان من أعظم صور الوفاء بما وعد به. وده فضل موجود في سيدنا إسماعيل عليه السلام. سيدي استمتعنا مع سيدنا إسماعيل عليه السلام. طيب احنا متعودين انك برضو تختم لنا بشيء كده تسمعه لنا. حاضر سيدي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا خير الورى، ومدحي فيك صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار جميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. لا فضفوك. الله يحفظكم سيدي وبارك فيكم، سعدنا وتشرفنا، وإن شاء الله بإذن الله بكرة نكون مع حضرتك وفي حضرة حضرتك حضرة حامل المسك مع سيدي الدكتور أسامة الأزهري. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتكم، إن شاء الله نشوفكم حلقة جديدة بكرة بإذن الله.